اخر تصريحات الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، يقول انه الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس صعب ويتطلب تضامنا وطنيا لا خطابات التخوين. شنو رايك؟ انا بالنسبه لي انا اكبر كارثه في البلاد هو الاتحاد، هو السبب اللي وصلت له تونس اقتصاديا، هما ماكل الاضرابات نتاعهم، اغلبيه المعامل والشركات الكل خرجت لبرا. ما دور الاتحاد مش هذاك، دور الاتحاد نتاع حشاد يعني انحازوا على المسار هذاك، ما كملوش، خرجوا من المربع اللي نتاعهم. فاش بقاو يعملوا؟ فاش قاعدين يعملوا؟ بقاو طيب كلها مساومات، مع قاعدين فما مساومات، يساوموا في رجال الاعمال، كان توا ما عادش تحسها توا من جاي قيس سعيد وبدات تحس البلاد تتحط على الكياسه الصحيه، وبالرغم مانيش مع قيس سعيد، فهمتني؟ كانت قبل حسابات تحت الطاوله بينهم وهم والنهضه، فهمتني؟ كانت حسابات اخرى. يعني دخل في التجاذبات السياسيه؟ هو اصلا ما عادش يلعب دور نقابي، دور سياسي، ما عادش هذاك تحسه كعنوان الاتحاد، اما هو كلها امور سياسيه بامتياز. كلام معقول ياسر اذا ما يخرجش على النطاق نتاع الكلام هذا بالضبط، معناها ما يتفرعش لحاجات اخرين، هذا معناها الناس الكل تستنى فيه، نستناه وقتاش يقول الكلام هذا وما يقولش كلام اخر. الطبوبي هو اللي متسبب في هذا الكل فيما يخص الاقتصاد وفي المشاكل اللي سايره في البلاد الكل، هو من جراء نور الدين الطبوبي خاصه والاعضاء نتاعه. البلاد لاباس، هي تبقيني يلزمها شوي تضامن، التضامن اللي يحكي عليه هو، منين التضامن؟ هم يفرقوا مش هم يضمنوا. هيعقل مثلا يجي رئيس اتحاد للشغل يجي يتطاول على رئيس دولة؟ ها؟ هيعقل هكا؟ هيعقل اللي هو يجيبوا في ناس من برا وباش تحل لنا في المشاكل نتاعنا؟ زعما هذا مش يحبونا، مش يحلونا مشاكلنا؟ نحن بالتضامن متاعنا كدولة كشعب متضامنين، لو كان يبعدوا علينا هما رانا لاباس علينا، ولو من تخصوا كان ربي سبحانه. موافقة على طول، التخوين ماذا بينا يزينا من نخونوا بعضنا ونقدموا ما نوخروش، علاش؟ خاطر البلاد في حالة يرثى لها، في حالة يرثى لها. تو كنت نعم في دورة في الأسواق وفي الكذا، حالة مزرية بصراحة، الشعب تحت الصفر، ما نقولكش فوق الصفر، نقولك تحت الصفر، وهذا مؤسف ويلزمنا نصلحه ونجمو نصلحه إذا كان نتضامنوا ونشدوا اليد في اليد كما قالت سيد طبوبي ونقدموا، خاطر إذا كان نشدوا اليد في اليد بقدر ربي نقدم، ما ثماش علاش، يا با دريزون. كلام فيه برشا منطق وفيه برشا صحيح، البلاد ما هيش ماشية بالقدا في كل شيء. ثم حاجات باهي، ثم حاجات اللي يلزم المراجعه نتاعها. نور الدين طبوبي نورمالمون يخزر لتونس شوي، يخزر لتونس شعطات اللي هو، يخزرش رواحهم هما ك نسبه معينه من الاتحاد، كيما نقول انا الكادروات نتاع الاتحاد. تشوف هاي القياديات نتاع الاتحاد، تشوفهم اللي تشوف انت كراهبهم، تشوف دنيتهم، تشوف ما يخزر لكش للزوال، يخزر لك هو ولده يقرا بريفي، انا ولدي يقرا في المكتب العادي، فهمتني؟ شفتي شنو اللي صار في المكتب من جراء النقابات؟ شفنا وليداتنا، بالخص انا عندي بنيه عمرها 6 سنين ما فرحتش بالكرن، تعمل لي باش بيه شبيه قصي ومريم عندهم كرنيات هذوما انا ما عنديش، اعطينهم في الاخر اخر اعطينهم مطبوعه فيها الاسم واللقب وارتقت سيتو مطبوعة راي، معناتها فوتوكوبي. شوفوا وصلنا بلاد بورقيبة، بلاد التعليم اللي ركز بورقيبة ركز على التعليم، اللي فخر تخرج البر، تخرج البر وخرجت أنا البر، خرج مصر يقول لكم عندكم تكوين في الدراسة ممتاز، قطر، سوريا، الأتراك، إخواتنا الجزيرية والليبية، إحنا مفخرة. خاصة شمال افريقيا كانت منارة تونس في كل شيء، دخلت عليها. انا نحمل المسؤولية للاتحاد في كل شيء، فما مطالب عندهم فيها الحق ما يناقشهم فيهم حتى واحد، مطالبهم الدنيا غليت وي، اما ماهيش الطريقة هذيك، مش تحط مثلا في التعليم نقابة التعليم تحط تلاقي وليدات رهينة، كان كرجال اعمال تحط الخدامة مساكن
خاطر رجل اعمال، هو رجل اعمال معناتها لا فان يسكر يمشي لبلاد اخرى. الضحيه ديما المواطن التونسي التعيس نسميه هنا. شفنا جزء من الشعب التونسي يتهم في الاتحاد العام التونسي للشغل، يقول لك هو من اسباب الازمات اللي قاعده تمر بها البلاد شهرين. والله شوف، هو بطبيعه الحال كي نقولوا الازمات هي 10 سنين كلها ازمات، وبرشا جهات مشاركه في الازمات ومن جملتهم الاتحاد، ما نقولوش لا راه حتى الاتحاد برشا حوايج كان هو السبب فيها، فهمت؟ ولكن كما قلنا ننساو الماضي، نخمو في المستقبل، خاطر الاتحاد هو عنصر من عناصر البلاد اللي بطبيعه الحال ما نحكيوش وطنيه وما وطنيه وفرحه حشاد يزينا من اللغات هذه. احنا كي نقولوا الاتحاد هو دوره فعال، اما ينجم يكون فعال كما ينجم يكون يخطئ ويصيب. بطبيعه الحال ما نجموش نستغناو على الاتحاد، خاطر الاتحاد في برشا مواقف كانت مواقفه به، رغم لي برشا مواقف سلبيه وهزتنا الهاويه وما نقولش لها راه وصحيح. تبقى الاتحاد هو الاتحاد، إلا كان نعرفوا كيفاش نصلحوا رواحنا وننقذوا البلاد. يعني يلزم يراجع روحه؟ يلزم يراجع روحه، الاتحاد أنا ضده ومعاه. إلا يراجع روحه أنا معاه. وإلا ما يراجعش روحه وأنا جو سوي سور اللي يراجع روحه. خاطر شنو هي الحياة الاجتماعية؟ هي أشخاص. والأشخاص تنجم تغلط وتنجم تفيق وتنجم بعصات كما نقولوا احنا يسطع راسه في الحيط ومن بعد يفيق. ولذا انا مانيش ضد الاتحاد، انا مع الاتحاد ويلزمه، خاطر الاتحاد ينجم فعال في بعض المجالات صحيح، في ما يخص ال ال مناوح التحريض على الضربات على برشا حاجات صحيح، وثم حاجات الاتحاد فعال فيها في تونس كيما كيما منها المفاوضات نتاع زياده في الاجور وكذا. الاتحاد عنده كلمته وفعال وماشي معاه الشغال ومع المواطن بصفه عام. كما نعرفوا انه الاتحاد العام التونسي بالشغل قاعد ينتقد في الحكومه التونسيه وفي السلطه القائمه، يقول لك قاعده تستهدف فينا الشوارعي اللي هو مستهدف من قبل السلطه القائمه. عمره ما كانت السلطه القائمه مستهدفه، لو كان جيت مستهدفتهم ما يوصل هو يتكلم في رئيس الدولة ولا في الحكومة بأسرها. امتوكي هو مخليه عاطيه الحرية المطلقة يحكي على الديمقراطية وكذا. نحن الديمقراطية هي وين تكون الديمقراطية؟ أول حاجة الديمقراطية جاي بها الإسلام ما جاش بها الغرب، وثانية حاجة الرئيس عاطيهم الحرية هم ما يحبوش الحرية. هم كان جاء كيما قبل نظام بن علي الله يرحمه بالعصا نزل عليهم، ما كان واحد يتجرى ويعمل هك من جميع الفئات، يا احزاب يا اتحاد يا منظمات ما اعراف يا اتحاد فلاحين يا اي مؤسسه، كلها كل سلطه تحب تخدم وحدها، ما تحبش البلاد تقدم، ما تحبش المواطن هك القليل يلقى مورد رزق، ما تحبش هك المراه اللي الهجالة كل وديت متاعها يعيش، وما تحبش توا يقول لك هو ما ثميش ما لقينيش من ياكلو ما يا وانا نهز ندورك هنا هاني في وسط تونس هنا قريبة تو تشوف في زيت المقرونة كيفاش قاعدة تمشي، الناس غير السكر كيفاش ها الغير مستحقين وينو هالاتحاد للشغل هذا خلفيدي يجي يعيط ويقول يجي تطلع على انت وتطلع على البلايس ويعرفوهم راه واحد واحد ايش قاعدين يعمل. الشعب التونسي يقول لك معناتها الخطابات هذه بالعكس هي خطابات لا تصب في معناتها مصلحه البلاد ومصلحه ايضا الشعب التونسي. يقول لك الاتحاد العام التونسي للشغل ما عادش قاعد قائم بالدور النقابي والاجتماع نتاعو شنو وراي. اي هذايا كان وبكل صدق ما كنتش انا كي نسمع كلمه اتحاد نتفجع، معناها البلاد باش تخرب حتى حد ما يخرب. كي يبدا كلام هذا علاش قلت لك انا يبدا كلام هذا ماشي موجه معناها لمصلحه الوطن ومصلحه المواطنين، معناها كوطن نحالي الاحزاب نحالي الحكومه، فما وطن فما شعب يحب يعيش فبها معناها. اما راهو كان قبل خرج على السكه نتاعو ولا معناها سياسي اكثر منه، وانت وانا نعرف والشعب التونسي راهو الكل يعني رانا فايقين عليه، يعني خربت البلاد وخصوصا معناها نقولوا القطاعات العموميه مشات
وهو باقي مازال يحب في الزياده على الخدام، ما قالش نهار يخدموا يا خدامه يزين عاد. الاتحاد يتغير حسب الوضع نتاع الفتره اللي هو يعيشها، فهمت؟ ما هوش ماشي في نفس معناها واحد التمشي نتاع حشاد بكري، فهمت ولا؟ كل فتره عندها خصوصيه نتاعها، فهمت؟ اللي الاتحادك اللي يهبط ويطلع مع الفتره اللي تعيشها البلاد. مازال وفي للامانه نتاعه؟ نوعا ما وفي. عندك ثقه في تصريحات الاتحاد وامينهم العام الطبوبي؟ الثقه تجي بالعمل نتاعو، اذا هو رينا حاجات بالحق بعد على السياسه وبدا يخدم في الوطن ونزل على الخدامه باش تخدم، يا ودي يخدموا. انت شنو انت ديما تطلب يخدم، ما يخدم بركه يا وخيتي البلاد راهي نتاعنا. هذا ما نطلب ان شاء الله يا ربي معناها يكون كلامه هذا صادق. نتمنى، انا متفائل الانسان كيف رجع على روحه، مش هو برشا قيادات نقابيه ان شاء الله بدات ترجع، ان شاء الله رجعت لحب الوطن مش رجعت على خاطر خايفه، رد بالك.